معانا مين بقى الفريق الثالث؟ يا ترى مين؟ معانا نادي الزمالك اللي لعب مع ديكا ده. هو بالتاكيد طبعا يا جماعه، احنا لما نستعرض كل المنافسين نادي الزمالك معانا فارس، هو مرشح قوي وبطل كونفدراليه من ابرز المنافسين طبعا البطوله دي، وطبعا حاصل على اللقب 5 مرات مع مازيمبي، فاكيد لازم نستعرض ان هو من المرشحين بشكل قوي جدا للبطوله. طبعا طبعا ما نقدرش ننكر ان الزمالك هيكون له قوه في البطوله دي خصوصا بعد التدعيمات، ولكن في حاجات كانت مختلفة في الزمالك شفناها في مباريات الفريق الصومالي وخصوصا في مباراة الذهاب. أدوار فرجاني ساسي نعتقد إن هي تقلصت شوية، وعلى فكرة يا أحمد ده مش كلامنا، حتى في الاستوديو التحليلي في القناة الخاصة بالنادي. هل ده راجع لحالة نفسية ما ممكن يعنيها فرجاني ساسي بعد ما كان الموسم اللي فات هو النجم الأوحد للفريق؟ قصدك نجومية شيكابالا؟ بالظبط. طبعا نجومية شيكابالا محدش يقدر ينكرها. شيكابالا عند جمهور الزمالك هو ابو تريكه، هو بالنسبه لجمهور النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، احنا بنتكلم بالنسبه لحب الجمهور ليه اكيد، وهو موجود في الملعب العين ما بتشوفش غيره، بدليل طبعا ركله الجزاء. حتى ركله الجزاء بالزبط. وكان غريب جدا ان جمهور الزمالك كان دايما بيطالب بفرجاني ساسي، حتى لو محمود علاء مش هيسدد الملعب كله كان بيهتف لشيكابالا. بس صراع لقطه ركله الجزاء دي يا فارس متعودين دايما نشوفها في مباريات الزمالك، يعني شفناها كتير جدا، حسام ومي احمد حسام وميدو وعمر زكي وشيكابالا ولعيبة تانية. أنا استغربت حاجة إن المفروض كانت المباريات دي يعني هم عارفين منافس مختلف شوية وأبسط من كده، فحتة الشد عند اللاعبين هي ممكن نوع من محاولة إثبات الذات، بس الفكرة إن في نقاط كنت بعتقد إن ميتشو كان هيعالجها في مباراة العودة، خصوصا فكرة إن اللعيبة حابة تثبت نفسها قدامه. لأ أنا شفت الزمالك في المباراة اللي هي التانية كان أقل كتير، يعني الزمالك كان أقل كتير. في ظل النجوم اللي موجودة في نادي الزمالك، بالمناسبة نادي الزمالك عادة طول التاريخ بيحوي نجومه، ولكن عنده مشكلة دايما النجم الأوحد، يمكن حتى قريب جدا الكابتن أحمد عبد الحليم اتكلم إن في مباراة قمة أهلي وزمالك كان موعود إن اللاعب اللي هيسجل من الزمالك هدف الفوز في النادي الأهلي هياخد عربية. موضوع العربية كابتن فاروق جعفر. فده راح يستلم العربية، لقى الكابتن فاروق جعفر زعلان، فرئيس النادي قال له ما أقدرش أزعل الكابتن فاروق جعفر، ومنح العربية للكابتن فاروق جعفر، والكابتن احمد عبد الحليم قسط العربيه. فدايما في صراع النجم، وطبعا مشكله الكابتن علي خليل مع كابتن حسن شحاته فاروق جعفر، هل هيقدر ميتشو بقى بالظبط هو ده الاختبار، قدرته على السيطره على النجوم وان هو يفرض شخصيته عليهم. اعتقد هيبقى سلاح ذو حدين للزمالك، هنستنى ونشوف، لان ده هيرتبط كتير جدا بهو هيكمل لفين في البطوله. السؤال الثاني بقى، هل يتقبل فرجاني ساسي بعد ما كان رقم واحد انه يرجع يبقى رقم اثنين؟ هترتبط بعقليته، خصوصا ان جمهور الزمالك كان مديه مساحه من الحب كبيره جدا. هل تاثرها او تغيرها هيفرق معاه ولا لا؟ هنشوف ده. اعتقد اسئله هنشوف فيها طبعا. بنتمنى التوفيق لكل الفرق، ولكن بنتمنى نهايه الفوز ان شاء الله للنادي الاهلي في البطوله دي، وان شاء الله لانها غابت فتره طويله.